الساعات الغربية. لا والله يا فندم بالعكس ما كانش كده خالص. تقديمك لأبناء الوزراء بأنهم مجانين عابثين لاهين، القصد منه خلخلة السلام الاجتماعي في المنطقة. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم انا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيلة بقت كلها بتاعتك. الشيلة كلها بتاعتي؟ شيلت ايه وانا شيل شيلة ليه اصلا؟ وايه الموضوع؟ قريت جرايب بكرة؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى. بص يوسف مهاتي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟ شعبان ابو العالمين حمودة، تأليف هنيدي، ووضعت اسمي مجاملة. لا انا ما صدقش ان الاستاذ يوسف يقول كده. حلو ماشي. طب ايه بقى رأيك في الفيديو ده؟ اللي انا بحبهم يعني. ايوه